الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا في المحاضرات السابقة كنت قد تكلمت عن ميراث أصحاب الفروض، وتحدثت من بينهم عن الزوجين، الزوج والزوجة، وتكلمت عن البنت الصلبية وبنت الابن، وتكلمت عن الميراث المتعلق بالأب والأم، وعن الجد الصحيح اللي هو أب الأب، وعن المسألة العمرية في بأوجهها المختلفة. الآن سأتكلم عن ميراث الجدة. بما أني حكيت عن الجد، أتكلم عن ميراث الجدة. الجدة تعتبر في الميراث من أصحاب الفروض، ولكن فرضها لم يذكر في الكتاب الكريم، وإنما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نصيبها في الإرث جاء من السنة، وذلك في حادثة مشهورة، حيث أن جاءت الجدة شاكية إلى، أعتقد، أبو بكر أو إلى أبي بكر، وسألته عن ميراث لها، فبحث لها في كتاب الله فلم يجد لها شيئا، ولكن سمع عن النبي أنه فرض للجدة السدس، فأعطى هذه الجدة السدس. إذا الفرض الوحيد اللي احنا بنحكي عنه للجدة، إنه إذا أنت توفيت أو توفي شخص في العالم هذا، وترك من بين الورثة جدة، جدة، فما هو ميراث هذه الجدة؟ ميراث هذه الجدة سدس. طيب ماذا لو وجد جدتان، جدته يعني ام امه وام ابوه، تنتين بنفس الوقت سيبهم، الاثنتان يشتركان في السدس. زي لما كنا بنحكي عن الزوجات، حتى لو تعددوا بيشتركوا يا في الربع يا بالثمن حسب الاحوال. وهنا نفس الشيء، الجدتان واحده او اكثر، جدتان يعني تنتين، او جده واحده او اكثر تنتين، ممكن يكونوا ثلاثه، بيشتركوا في ماذا؟ يشتركون أو يشتركنا في السدس. إذا النصيب تبع الجدة، أول ما تلاقي جدة في السؤال المفترض إنك تعطيها السدس ما لم تكن محجوبة. مين اللي بيحجب الجدة؟ الجدة تحجبها الأم. على زمان لما إحنا كنا نقول شخص توفي وترك الأب، يعني لو قلنا شخص توفي وترك أب وأب أب، يعني أب وجد، فكرك من الذي يرث فيهم؟ الأب. طب وبالنسبة لأب الأب لا يرث، يكون محجوب بمين؟ بالأب، لأنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، هي الأب، هي موجود في السلسلة، إذا محجوب. نفس الفكرة لو كنت أنا بقول توفي وترك أم وأم أم وأم أب، يعني توفي وترك أمه وجدتان، جدته من أمه، جدة أبوه، جدته من أبوه، يعني جدته لأبوه، يعني أم أمه وأم أبوه، مين اللي بيرثوا؟ الأم. طب وبالنسبة لأم الأم تعتبر محجوبة بمن؟ بالأم. وأم الأب محجوبة بالأم. هلا ممكن واحد ذكي يجي يقول لي طب يا أستاذ، أم الأم وفهمنا أنها انحجبت بالأم لأن الأم موجودة في السلسلة هنا، يعني أنت قلت لنا إنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، أم الأم تدلي إلى الميت بواسطة الأم اللي هي موجودة في السؤال، وبالتالي فهمنا ليش انحجبت. طب أم الأب المفترض يكون في أب عشان تنحجب، نجي نقول لك أم الأب يحجبها الأب بالإدلاء إذا وجد، صحيح هذا الكلام، لكن أم الأب محجوبة هنا بالأم رغم أنها لا تدلي إلى الميت بواسطتها، لأن الأم هنا مش موجودة في السلسلة، وإنما تحجب بالأم بسبب القرابة. مين أقرب إليك؟ ترثك أمك ولا أم أبوك؟ طبعا أمي، طبعا أمي ترثني ولا ترثني أم أبي. بعدين بالعقل والمنطق، إذا الأم حجبت أمها فمن باب أولى تحجب ستك الثانية اللي هي ستك لأبوك. يعني إذا الأم حجبت أمها، أم الأم، فمن باب أولى المفترض تحجب مين؟ أم الأبو. إذا أمي حجبتها فما بالك ستك الثانية، يعني إذا ستك اللي هي أمي حذفتها من الميراث، حجبتها، فما بالك بستك تبعت أبوك، برضه حشيلها من الميراث. إذا الأم تحجب الجدة من كل النواحي.
إذا من الذين يحجبون الجدة؟ الجدة هي عبارة عن أنثى تحجب بالأم من أي جهة كانت الجدة، سواء كانت جدة أم أم أو أم أب، ستحجب بواسطة الأم. طيب إذا ما فيش أم، بيجي دورنا بالحديث عن ميراث الجدة، يعني توفي وترك أم أمه وأم أبوه، هل بيرثوا؟ نعم، إذا كانت لحالها بتاخد سدس، وإذا كانت هذه لحالها بتاخد سدس. طب وإذا التنتين مع بعض؟ بنقول التنتين شركاء في السدس. يعني أقول لك كيف، تروح بتعمل هيك خط وبتقول هدول لهم سدس، مفهوم؟ إذا الجدتان هاتان صحيحتان، لأنه بدك تفهم حاجة، زي ما كان في عندك جد فاسد، في عندك جدة فاسدة. إحنا كنا نقول الجد الصحيح من هو؟ أب الأب، هو اللي بنتحدث عنه في المواريث، هو اللي بياخذ زي الأب في حال فقدان الأب، بياخذ سدس، سدس العصبة أو عصبة بنفسه. طب وأبو الأم؟ قلنا عنه جد فاسد لا يرث من ذوي الأرحام، لا حديث عنه. نفس الفكرة الجدات، الجدات مش كلهم صحيحات، في منهم جدات صحيحات ممكن ناخذهم بعين الاعتبار في الميراث، وفي جدات غير صحيحات. من الجدات الصحيحات؟ أول جدتين قراب هم الأم الأم وأم الأب، هذول التنتين صحيحات لا مشكلة فيهم، بيرثوا، ستك من أمك وستك لأبوك، التنتين هذول بيرثوا، على خلاف الجد، الجد بس أبو أبوك، لكن أبو أمك لا. إذن الجدات ستك من أمك وستك لأبوك، التنتين بيرثوا منك، في حال وعدم وجود أمك في الميراث طبعا، لأنه إذا أمك موجودة حجبت التنتين مباشرة. طب مين هي الجدة الفاسدة بقولتكم؟ الجدة الفاسد ببساطة هي تلك الجدة التي يتخللها جد فاسد، يوجد داخلها جد فاسد. كيف يعني؟ اليوم احنا حكينا أم الأب تعتبر جدة صحيحة. طب لو قلت لك توفي وترك جدة هي أم أب أم، أو نكتبها بشكل أوضح عشان أنت ما تتلخبطش، توفي ترك أم وأم أب أم. أم الأم، هل عندك شك إنه هي جدة صحيحة؟ قلنا لا، أم الأم وأم الأب فيش مشكلة فيهم. في جدة ثالثة هيها كمان، جدة بعيدة، يعني أبعد من الجدة هاي، في جدات أخريات بعاد بكونوا، ممكن تكون أم 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 أم، هذه بنسميها جدة، وممكن تكون أم أم أم، يعني زي هيك نسميها جدة، بس جدة تتكون من ثلاث يعني رؤوس هيك، أو ثلاث أصول. هذول تنتين جدتين برضو، زي ما كنا نقول أم أم وأم أب جدتين صحيحات، عندي هذول برضو جدات، أم 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 وأم أب أم، مين فيهم صحيحة مين فيهم فاسدة وليش؟ هذه صحيحة، ليش؟ لأنه ما فيش فيها جد فاسد. طب وهذه؟ هذه فاسدة، لماذا؟ لأنه حكينا فيها جد فاسد. مين هو الجد الفاسد؟ هو أب الأم. إذا وجد في سلسلتها من؟ وجد في سلسلتها أب الأم، فطالما أنه في سلسلة أم أب أم يوجد أب أم وهو فاسد، إذا تصبح الجدة نفسها فاسدة لا ترث. إذا ببساطة لو قلت لك هيك، من هي الجدة الفاسدة؟ يجب تقول لي الجدة الفاسدة هي التي يوجد في سلسلتها جد فاسد، وهو مين؟ أب الأم. طب لو كانت عندي بالشكل هذا كمان، يعني خلينا نقول إنه الجدة رباعية، أم أب أم أم، هل هذه صحيحة ولا فاسدة؟ برضو منقول فاسدة، ليش؟ لأنه يوجد داخلها أب أم. الآن أختبركم مع بعض هيك، أختبركم مع بعض أو مع بعض نحله. أم أم وأب أم، هل هذول فاسدات ولا صحيحات؟ صحيحات لا مشكلة فيهم، أحسنتم. إذا أب الأب أم الأب وأم الأم، هذول أول جدتين بتكونوا من رأسين التنتين، هذول صحيحات فيش مشكلة، دائما بيرثوا إذا ما كانش في حد بحجبهم. طيب أم 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 صحيحة فيش مشكلة، الفاسدة هنعلمها بالأحمر. أم أم أب برضو صحيحة، لماذا؟ حيجي واحد يقول لي في أب في الموضوع، لا ما هو في أب بس في الشورى أم، أب الأم هو اللي فاسد، لازم يكون في السلسلة، إذا هذه تبقى صحيحة. أم أب أب، هل هذه صحيحة أم فاسدة؟ هذه صحيحة.
هيجي واحد يقول لي طب ما في أب أب، واجي بقول لك أب الأب جد صحيح، وهذه إجت أم أب الأب فهي صحيحة. طب أم أب أم هذه فاسدة. لماذا فاسدة؟ لأنه فيها بكل بساطة مين؟ أب الأم، أب الأم، فبالتالي فاسدة. طيب أم 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 صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة 100%، إيش فيها مشكلة؟ أم 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 أب، طالما في عندك أب وفيش وراء أم في السلسلة خلاص صحيحة. هاي أب أب، في وراهم أم؟ لا، إذن صحيحة. هاي أب أب أب، هل في وراهم أم؟ لا صحيحة، فيش مشكلة. إذن كل دول صحيحات. طيب وين المشكلة؟ المشكلة هلقيت نشوفها. أم أم حتى الآن ماشيين صح، أب ما فيش مشكلة، لكن إجا وراء الأب إيش؟ أم. فأب الأم فاسد، إذن يجعل الجدة نفسها برضو إيش؟ يجعلها فاسدة. أم أب لحتى الآن فيش مشكلة، أم إجت بعد الأب أم، واحدة أو أكثر بعنينيش، المهم في عندي أب أم في الموضوع، فبالتالي هذه تعتبر إيش؟ برضو جدة فاسدة لا ترث. إذن هيك عرفنا كيف نعرف الجدة الفاسدة. الجدة الفاسدة الذي بتطلعها من الميراث هي الجدة التي لا يوجد بداخلها إيه؟ جد. الجدة صحيح هي التي لا يوجد بداخلها جد فاسد. أعتذر عن قطاع الاتصال. إذن الجدة الفاسدة هي التي يوجد قلنا فيها آب الأم. هنا ملاحظة مهمة، بقول لي الجدة الفاسدة إذا وجدت في السؤال بيكونش إلها ميراث، يعني أسقطها من السؤال على المطرح، حط عليها إكس وطلعها من السؤال، لا تؤثر في غيرها ولا تتأثر، خلص اعتبرها كأنه مش موجودة في السؤال. وقلنا الجدة الفاسدة من هي؟ هي التي تحتوي على أب أم، زي لما بيجي هنا أو بيجي هيو هنا. أوكي، مين اللي بيحجب الجدات يا أخوان؟ مين اللي بيحجب الجدات؟ اللي بيحجب الجدات بكل بساطة الأم تحجب الجدات بكل أنواعهم. أمك تحجب الجدات أيا كان درجتهم، أم 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 أب، أو فيها 3 أشخاص أو فيها 4 أشخاص، الأم بتحجب هدول كلهم. بعدين لو الأم مش موجودة، كل الجدات القربيات يحجبون البعديات. بمعنى أم أم فيها السلسلة فيها شخصين، هيهم 1 2 1 2، أكيد هتحجب اللي فيها 3، يعني 1 2 3. مين أقرب إليك؟ أمك، أم أمك، ولا أم أم أمك؟ طبعا أم أمك. فبالتالي إذا وجد عندي في السؤال أم أم وأم أم أم، مين بيحجب مين؟ هذه تحجب هذه. طيب أم أمك ولا أم أم أبوك؟ طبعا أم أمك، لأنه الجدة القربة تحجب البعد. إذا هدول التنتين بيحجبوا اللي تحتهم كلهم. وإذا ما فيش عندي في السؤال هدول وفي عندي هدول الثلاثة أو واحدة منهم، برضو واحدة منهم تحجب كل هدول. ليه؟ لأنه عندي الجدة هنا فيها 3 أشخاص، في حين الجدة هذه فيها 4 أشخاص في السلسلة. إذا الجدة القربة تحجب البعد، الأم تحجب الجدات كلهم، الجدة القربة تحجب البعد، القربة تحجب البعد، وهكذا. أوكي مفهوم. الآن أمثلة عشان ننهي من موضوع الجدة. ده اللي توفي وترك أم وجدة اللي هي أم أم أو أم أب، إيش بدك تعطي؟ بتقول الأم لها الثلث لأنها انفردت، ولا يوجد لا في عندي عدد من الأخوة ولا في اللي هو لا يوجد ذكورا أو إناثا، لا فيش ذرية يعني، هذولا محجوبين. ليش الجدة هنا محجوبة لوجود مين؟ الأم. احنا قلنا الأم تحجب الجدات كلهم. توفي أو توفيت وتركت أم أم وأخ شقيق، إيش بتعطي الجدة هنا؟ هنعطيها السدس. ليه؟ لأن الجدة نصيبها السدس وما فيش حد يحجبها، ما في أم ولا في جدة أقرب منها، ما هي يعني الجدة تاخذ السدس. وهذا الباشا عصب بنفسه، إذا تحصل الجدة هنا في على سدس التركة. طيب أم أم وأم أب، التنتين من الجدات الصحيحات، هل أعطي كل واحدة سدس؟ قلنا لا، التنتين شركاء في السدس، تنتين شركاء في السدس. طيب أم أم وأم أم أم، أم الأم هنا هي الجدة القربة الأقرب فبتاخد سدس. طب والبعدة تحجب بالقربة، محجوبة، مين حجبها؟ أم الأم، أم الأم
تحجب أم أم أم، ولاحظ في السلسلة أم الأم موجودة، فبالتالي هذه تدلي إلى الميت بواسطة هذه الموجودة هنا، فبالتالي هذه محجوبة بهاي. الجدة القريبة تحجب البعيدة. أب وأم أب، أب وأم أب. الأب هنا عصب بنفسه، ليه؟ لعدم وجود ذرية، فيش لا ذكر ولا أنثى. طب أم الأب محجوبة، بمين محجوبة؟ محجوبة بالأب، لأنه الجدة هنا إما أن تحجبها الأم بالقرب بالقرابة يعني، لأنه الأم بتحجب كل الجدات، أو بحجبها الأب هذه تحديدا. ليه؟ لأنه الأب موجود في السلسلة هيو، فطالما موجود من ضمن الوارثين الأب اللي هو موجود في سلسلتها إذا بيحجبها، لأنه حكينا الأب يحجب أمه إذا ذكرين موضوع الجد. طيب أب وأم أب وأم أم، كيف الميراث؟ الأب له عصبة بنفسه، أم الأب محجوبة، بمين محجوبة؟ محجوبة بالأب. طب أم الأم هل تحجب بالأب؟ قلنا لا، أم الأم تحجب بالأم، لكن الأب حجبهاش، إذن تبقى وارثة وتأخذ السدس. إذن الأب يحجب أمه فقط لأنها تدلي إلى الميت بواسطته، أما الجدة الأخرى أم أم فهي لا تدلي إلى الميت بواسطة الأب، فبالتالي تبقى إيش؟ تبقى وارثة. طيب سؤال آخر، أب وأم أب وأم أم أم، طلع الأب هنا عصب بنفسه، أم الأب محجوبة زي ما قلنا قبل، بمين؟ بالأب. طب أم أم أم، إياك تقولي بدك تعطيها السدس، لأن الأم الأم أم جدة بعدة، وهذه جدة قربة، والجدة القربة تحجب البعدة. حيجي واحد يقول لي طب ما هي هذه محجوبة يا أستاذ، كيف بتأثر بغيرها؟ بقول لك صحيح محجوبة لكنها تؤثر في غيرها. مين اللي مش ممكن تأثر في غيرها؟ الجدة الفاسدة. الجدة الفاسدة، لأنه أنا لما بكون عندي جدة فاسدة بحذفها من السؤال كله، لكن طالما عندي جدة قريبة تحجب البعيدة حتى ولو كانت هي نفسها محجوبة تحجب غيرها، وهذا ما يسمى الحجب بالحجب. طيب عندي أم 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 أب أب جدة صحيحة، أم 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 جدة صحيحة، أم أب أم جدة فاسدة، لأنه فيها إيش؟ جد فاسد. إذن هذه نقول عنها فاسدة، فاسدة لا ترث، يعني كأنه مش موجودة في كل قبول السؤال. طب أم أب أب وأم أم أم، التنتان صحيح، الاثنتان صحيحتان ويشتركان في إيش؟ في سدس التركة. إذا هذا بالنسبة لميراث الجدتان. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.